بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، النهاردة معادنا مع يونت 7 ذو Animals Escape، هروب حيوانات الحديقة. أول حاجة عندي الكلمات، طبعا العنوان ذو Animals Escape، هروب حيوانات الحديقة. كلمات، أول حاجة عندي Emergency، emergency حالة الطوارئ. officer ضابط. something شيء ما. little صغير أو صغيرة. garden حديقة، حديقة منزل. take care of معناها يعتني أو يهتم بي. I think أعتقد. what should I do ماذا ينبغي أن أفعل. what should I do ده معناها، ده تعبير. wild animal حيوان مفترس. stay calm هنا ال silent. stay calm معناها ابقى او ظل يعني هادئا. parents هو الفاذر والمذر او dad and mom اللي هو الاب والام. ده بالنسبة للكلمات. كلمات طبعا تقدر تكتبهم وتحفظهم وبعد كده هتدخل على المحادثة. المحادثة بدأت بالصورة الأولى، الولد ده بيتصل بالطوارئ فبترد عليه بتقول له What's the emergency ما هي الحالة الطارئة. هو بيقول يطلب المساعدة فيقول ايه Help There is something in my garden يوجد شيء ما in my garden في حديقة المنزل الخاصة بي. في الصورة الثانية بتقول له عايز تعرف ايه هو الشيء ده فبتقول له What is it ما هو. رد عليها هو خايف ومتردد فبيقول ايه I think اعتقد يعني هو مش متأكد. It's a wild animal اعتقد انه wild animal يعني حيوان مفترس. I can see انا استطيع ان ارى. It's eyes انا يعني شايف ايه استطيع ان ارى عينيه. I can see its eyes. طبعا هنا طلبت منه بعض البيانات في الصورة الثالثة فبتطلب منه معلومات فبتقول له What's your name and address ما اسمك وعنوانك. فهو ده سؤال في يعني نقطتين فجاوب فقال لها عن النقطة الاولى احمد سامي نقطة بعدين ادها عنوانه بقول لها 49 السلام ستريت أحمد سامي 49 السلام ستريت. معنا الصورة التالتة بتقول له بتاخد منه بيانات برضو Are your parents home؟ Are بمعنى هل في أول السؤال لأن هنا في علامة استفهام. هل your parents والديك أو أبويك home في المنزل. Are your parents home؟ فجاوب قال لها No They went to the cinema ذهبوا إلى السينما. طب هو بيعمل إيه بقى؟ هو بيقول كده I am taking care of my little sister. Take care of خدناه بمعنى يهتم أو يعتني بي وبيقولها أنا حاليا يعني ده اللي أنا بعمله ده مضارع مستمر. I am taking care of my little sister أنا أهتم بأختي little sister أختي الصغيرة. في الصورة اللي بعدها الصورة الثانية بيسألها هو ممكن يعمل ايه يعني فبيقول لها What should I do ماذا ينبغي ان افعل او يعني اعمل ايه. What should I do بتقول له Stay calm زي ما قلنا ده تعبير ابقى هادئا. I am sending an officer now خليك هادي انا ارسل لك يعني هرسل لك officer ضابط الان دلوقتي يعني. الصورة النهائية أو الأخيرة وصل ضابط الشرطة دخل عنده في الجاردن وجاب الحيوان المفترس لقاه اللي هو ده اللي هو الدوج فبيسأله بقى السؤال كده بيقول له Is this the wild animal هو ده الحيوان الويلد أنيمال المفترس. فرد عليه قال له Sorry officer يعني آسف يا أيها الضابط. I'll take him أنا آسف سوف أخذه.
اخته بترد بتقول ايه بقى، او بتتكلم بتقول اوه ماي دوغ، اوه ماي دوغ، يعني اللي هو تقصد يعني بتستعطف او صعبان عليها. يعني كده خلصنا المحادثه، درس سهل وجميل. ردد المحادثه وراي عشان تعرف تنطقها بشكل كويس، تحفظ الكلمات، استعد للحلقه الجايه او للفيديو اللي جاي، اتاكد انك انت مشترك في القناه عشان يوصلك درس الجرامر ان شاء الله، القواعد الحصه اللي جايه او الفيديو اللي جاي. بعد كده هنعمل اختبار مجمع على الوحده السادسه والسابعه، يعني قريب جدا.